زربان قاري خدام بلبيها مع كابي بلبي بلبيها. لقيت راسي في طريق مظلمة في أطفال شمع أحلامي دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة هما سباب تزادوا في جراحي وجوهي هما سباب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي انت جي النهار وتانا نتوب وترجع ليا الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سباب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي دتني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي. مدام شنو هذا راه ماشي اللعب هذا راه شيك بدون رصيد. عارفه سيدي اللي كاين غير انا عطيتهم ضمانه وصافي هادشي اللي كاين واخا خليكم تفهموا. مدام توري واش بغيتيني نشد في الحبس؟ انا على ود بنتي قد نصيفطك للحبس ومن الحبس لهيه. ياك انا شي كتعطيتهم لك غير ضمانه على ود الكريدي اللي عطيتي الاديب. هي الكريدي اللي خدا أديبا نعطيته ليه باش يهز راسو يمشي الشركة يدبر على لي زافير. أنا كنت مازال غادي نزيد نعاونو وندبر ليه على لي مارشي. أنا هادشي كله علاش درته؟ درتي على ولد ياسمين هادشي أنا عارفة وقلت ليك إلا شد معنا ولدك الطريق راه ما يخصو حتى خير. بغى يلعب حنا كنعرفو اللعب. أندرا تفهمتو؟ تفهمنا سيدي أنا بغي حقي. واخا سيدي معايا شكرا سيدي. مشات وانا رايح على قبل كراجة قلت له يجيك الهيمري ما انا تقديت شي تويشيتن صبوت وجهن ونتغداو ماك مقلق حبيبة القلب نايلة بس كتر معي بواحد طريقة ماشي هاديك هذا شي مشكل خايب البارح كنعيط ليها وما كتجاوبش وملي كتجاوب كنبقى نسمع غير النفس ديالها مبقاش عاقله واش تلاقيناها ولا ما تلاقيناش ودابا كتقولي راك عارف كلشي بقيت فاهم والو الواليد انا فاهم وانا فاهمك اولا نيلة كتلنا العام ديك الكينة بدات كتدخل تخرج هضره وهادشي اللي بغيناه ثانيا وهادشي اللي خايب
هو النهار الاول قلت لك خلي البنت هي اللي تبغيك ماشي انت اللي تبغيها، حيت هذا البلان هنا قاصدين فيه بوها وهي وخوها وبغيناها هي تطيح فيك. صدقي دابا انت طايح فيها، ما تكونش انت على المور هذا الشيء. انت عارفني اولي انا نيشان اللي في قلبي كنقولو، ما عمري كنخبي شي حاجه. اش كدير؟ ها؟ اجي عدي لهنا، اجي عدي لهنا، قرب زيد زيد عدي لهنا. واش هادشي خيي؟ ها؟ اش هادشي؟ وانت كاع زعمتي الزعمه كامله، ها؟ من الاول حسيت بك احوال الطقس عندك ما مريقلاش، ماشي هي هذيك ناقصك اثنين مع ثلاث، قلت ما كاين باس. التحلوين قلنا الله يعفو، واش تك دابا خرجتي ليا نيشان؟ واش تبغي تولي ليا التباريه؟ وتصنطي ياه؟ انا راه كلشي نقبلو الا المرديلات، سمعتي؟ حق لي ليه الحق. انت شنو انت؟ انت شكون انت؟ انت ولد ولا بنت؟ وانت دوي؟ لا بنت. سميتي زينة. قبل من دون ديو على القضية ديال الخلاص، الفلوس هما اللي عطيتكتو ليا، هما اللي صرفتهم شيكات. أه؟ شتي كذبي عليا أنا؟ ها؟ 20 عام وأنا تنجمع في الفلوس ياك أمام. واش اللي مجوجة مع باك غتجمع شي حاجة؟ وكاين دابا شي واحد كيعطيك شي حاجة غير هكاك؟ بلا أنتيغي؟ تخرجي عليا أنا؟ تدمريني؟ عجباتك حالتي دابا؟ بغيتي تقادها عورتيها؟ ولكن أنا قلت لها بصح أنت غتاخد ياسمين، راه أنت اللي خربقتي، ماشي أنا. حسابات خاوين. واش نسولك بعدا؟ شي عطيتيني 100 مليون ودابا كندوي في 20 مليون، فين هو الشيء الاخر؟ عطيت خمسة الشيكات ديال 20 مليون. عرفتي ولدي اش غدير؟ خد هذيك 100 مليون سير خلص ليا الشيكات نخرج من هنا. لا واقيلا انت يا ماما تسطيتي داك الماتيريال، انا باش شريتو؟ ها قولي لي باش شريتو؟ وانت فين وصلتينا دابا؟ انت اش قصدك اناري؟ سكت والزيت دقة في قلبي، كل شيء إلا نشوف أمي في الحال كان كيضرني خاطري. كل مرة وكنشوف ماما مع شي واحد وبدات كتجرني معاها في هاد الطريق، حتى واحد النهار داك الراجل اللي كان عندها بغى يغتصبني. داكشي علاش هربت للزنقة. دخلنا عليك بالله زعما طفرتيه فاش هربتي للزنقة، ها؟ الزنقة زعما فيها الملائكة. واش عرفتي اش كيطرى في الزنقة فاش كيظلم الليل؟ فاش كطيح الظلمة كيطفى الضو؟ تا واحد ما يقدر يحط الضو عليا. ها كتحلمي يا بنيتي. الزنقة عمر عبدية والله مشاو تدارك بين عينيهم. عسلمي أمرك الله. تصدلي مزيان. هاد الهضرة اللي طرات بيني وبينك هتبقى بيني وبينك. واخا قدام الدراري والدريات انت ديما زكريا. سمعتي؟ شدي خطي راسك. سلمي. بون الحمد لله ما عندكش اثار الاغتصاب، ما عندك حتى حاجه. الحمد لله شكرا. الا كنتي شاكه في شي واحد ولا في شي حاجه حسن سيري ديكلاري عند البوليس. خفت مع شنو غنقول البوليس؟ الا كنتي حاسه بان هادشي غادي ياثر عليك كنصحك سيري شوفي شي طبيب نفساني. واخا شكرا.
واه محجوب وعافاك الا ما عطيني باتساع. المشكل بينك وبين علان وبلا ما تخليني بيناتكم. عافاك انت، عافاك انت يا فاطمه، لما قولي لي فين كاين علال. واه محجوب، راني قلت لك علال في الحبس. علان ما كاينش في الحبس، علال خرج من الحبس وتلاقيته. دابا جيت عندك باش تقولي لي فين ساكن علال. شوفي علال دوسي وسديته شحال هادي وما باغاش نرجع ليه. فطيم سمعيني مزيان، نهار اللي دقيت بابها بالدار كان ساعة ما عرفتك شتي اللي ساكنه هنا. تما عرفت سي دربي باقي باغيني نتلاقى مع بنتي. انا دابا كنطلبك وتنقول لك وريني فين ساكن علال، حتى لما قلتيش ليا فاطمه فين غنوريك الفاصل الاخر ديال المحجوبه اللي ما كتعرفيهاش انتيا، اللي ما عرفتيش نهار اللي ولدتيني. علال علال في القهوه ديال كلاباسا في شارع محمد الخامس. انا مالي ومال هادشي؟ واش انا اللي دفعت لو شيك؟ الا ما كنتيش انتي راه غتكون ماما كتوريه. زعما ما في خباركش صافي وليتي كتباعي بالفلوس. انا ما كنتباع ما كنتشرى، انا ياسمين الشرقاوي. شنو كتسمي هادشي؟ تحطات فلوس باش نتزوجوا وانت عارف هادشي؟ اه عارفه. وانت انتي عارفه ولا ما تبقاي دايره فيها فيكتيم؟ إلا كانت عندك ذره ديال الشك فيا انا ما عندي ما ندير بك. وي سلام راني. مرحبا. بغيت غير نسولك عافاك واش نقدروا نتخلصوا في شويه ديك الخدمه اللي كاينه بيناتنا، تعطينا شي افونس. واخا ماشي مشكل، خاصها تشد ليبره كامله صافخش اخويا. داك بوكلان غنخلي لك نص الثمن، هذا اقل حاجه نقدر ندير اخويا. لا شرايين بزاف، وقف على الفلوس دابا. وي خويا مصطفى، خوك واقف على شي فلوس خاصني ضروري. والله اخويا الا كنقول لك ضروري ياك يا قول لي انت غم. والله يدير شي تاويل ديال الخير اخويا ان شاء الله. واك الله سي غنسميوك اديب فيكتي سالي تيكون جي ديالك بقى داخل خيط ابيض على دل عاش نقول شنايا كاع. سي اديب سمح لينا راه كنت مريض. وما كاين لا سي اديب لا والو، غنبقاو نسمحوا لك حنا هنا. الو الله يرحم الوالدين اخويا، الله يهون عليكم الصعب.
الله يسهل عليك اخويا، الله يخلي لك ميمتك، الله يرحم الوالدين. الله يخلي لك ميمتك اختي، الله يعطيك الخير. عجوبة هلا كتقلبي عليا. اسمع هلال، بلا ما نكتل انا وياك الحاضر، دابا انت خرجتي من الحبس وانا بربي تا غندخلو على قبلك. فين هي بنتي؟ كتهدديني وانت فين هي بنتي؟ انا راه نحرقك هنا والناس كتفرج. ماتت. كيفاش ماتت؟ اسحب لك غنطيقك انا ياك، ما كسحب لك كناكل الخبيزه. فين هي بنتي؟ بربي ما غنتفرق معاك على ما عرفت بنتي فين هي. بنتك ماتت وش بعد تموت، انت اصلا ولدتيها ميته. انا راك غنمشي للحبس على قبل الدفين ديالها. اسمع نقولك هاد الهضره ولا شي واحد اخر، انا بنتي اليوم غنعرفها فين هي. باغا تشوفي بنتك؟ تبعيني. اييه باه. سي أديب، أنا مقدر موقف، عارف بلي القضية فيها الأم ديالك، الله يسمح لنا من الوالدين. إن شاء الله كنحترم الإجراءات القانونية ديالكم ونتفاهم الوضعية. أنا بان ليا الحل ديال المشكل كله بيد مدام توريا مولات الشيك، وخا راه حاولت مع الوالدة ديالك ولكن راه ما تفاهموش. الحاجة الوحيدة اللي غنطلب منك عافاك، ما تقدموش الوالدة اليوم، خلي ليا في نجمع شوية ديال الفلوس. سي أديب، سواء غيخص مدام توريا تنازع القضية ولا راه غيخصكم توجدوا المبلغ ديال الشيك. تاني غير شوية ديال الوقت أنا خدام كنقلب على الفلوس. الله يجازيك بخير. يكون خير. الله يرحمها. ها بنتك محجوبة. ما عمرني ننسى النهار جيتي واحدة في راسك كطلبي وتزاوجي باش نشوف لك حل. 66 كشفة باش لقيت القبلة اللي تولدك. كون يبقى تحية بدا غتعاونك. الله يرحمها. علاش سمحتي فيا هلال؟ ما سمحتش فيك. أنا جيت لقيتك مغيبة. والتلاد ميت في يد القبلة. طلبت مني باش نستر هاد المصيبة هادي، تلفت بيا الدنيا ما عرفت ما ندير. مشيت للغبي الله غادي ندفنها وقف عليا العساس. دوزت الحبس على قبل بنتك، وملي خرجت مشيت كنقلب حتى عطاوني الرقم ديالها، وراه كل جمعة كنجي نقابلها. الله يرحمها مسكينة. وها بنتك ترحمي عليها، الله يبدل محبتها بالصبر. الله يرحمها. أنا جيت ميمتك حجوبة، شبغا نسميك بنيتي نهيلة، كنت أنا بغا نفرح بيك ندير لبنتي السبوع ونحني لبنتي ندير لك تقيب الودنين دير بنتي عيد الميلاد ونشري لك مونيكا في عيشورة. صابغاك الله، بغاك الله حبيبتي، داك الله حتى اسمك عدوها بنيتي نهيلة. وانو هيلا قولي نعم ماما. وليتي هاكا تخربقي وكديري شي حوايج مورايا ما فهمتش، وليتي كديري اللي قال لك راسك. انا هادشي كله كنديرو على ودك انتي باش يوقفني انا قدامه ويقول لي كتبيعو وتشريو فيا بالفلوس. لا ما نرضاهاش لراسي، هادي ما قبلتهاش. كون فيك النفس كون جمعتي راسك وتبتي وتعرفي تصرفي، ما تخلينيش انا ديما كبتي مخلوعه، باغي غير وقتاش نزوجك.
علاش؟ بنت لك انا كنضرب بالحجر؟ بنت لك انا ما متبتاش؟ ما متبتاش، ما راسياش، ما عارفاش اش باغيه، ما عارفاش فين غاديه. انت غير الصهير والدوران، الصهير والدوران، وشري شري 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 شري. كتقولي لي هادشي في وجهي؟ انت واحد الانسانه اللي بغات توصلي بلا ما تمشي، باغيه كلشي يتبدل بلا ما تبدلي انت. نزيدك، انت بالنسبه ليك الحياه انك جالسه في قهوه وكتكوموندي، انت كتكوموندي الحياه والكارسون كيجيب، انت كتكوموندي والحياه جايه. انا لا كنت بحال هكا حيت بنتك انت، حيت انا ياسمين بنت توريه، حيت من صغري وانت معلمانيه اي حاجه بغيتها ياسمين تحضر بالفلوس، الفلوس الفلوس، الا راجل، الا راجل ما تشريش ليا بالفلوس. واخا خرجي دبري عليه فابور. وعلاش ما ولدتش في السبيطار؟ عويلي على ولدت في السبيطار، صحابلك عا ساهلة بكري ودخلي ولدي في السبيطار. بغيت تمشي تولدي في السبيطار خاص يكون معاك راجلك ويكون معاك القاعط يكونوا عندك فلوس. قال واش عندك فلوس؟ قلت سي ولدي في داركم وجيبي القابله، يا تعيشي يا ما تعيشيش. صحابك بحال دابا كلشي ولا ساهل، الحماله ساهله، الولاده ساهله. وعلال؟ علال ما عرفتوش متى تسلط عليا ملي بدات كتبان كرشي. مهم ولدت وغيبت ما عقلتش شنو وقع. ملي توكت مع راسي فقت ما لقيت لا هو لا الترابيه، شحال قلبت علي ما خليت فين قلبت علي. خبر تا نهار اللي قال لي بنتك ماتت. كاين انا 9 مليون هي اللي قدرت نجمع، خلي لي شويه ديال الوقت عافاك. سي اديب 9 مليون ما كافياش، المبلغ ديالك هو 20 مليون. مدام شمار تقدم على ساعه الوكيل. السلام عليكم. السلام عليكم. كم سلام. ياسمين الشرقاوي بنت مدام توريا. مرحبا. لو شيك ديال مدام شمار خالص. سي أديب المشكلة هو تحل، ولكن مدام شمار مازال خصها تقدم عند سعادة الوكيل عاد تخرج من عنده. تصاور دابا ياك ونبدل صوتك زعما انت واعر. وصلنا في الشونتاج. لا دير براسك ما كتفهمش، انا نصيفط لك التصاور اللي كنهضر عليه وما غنندمك على هادشي. انا بنيتي انا وهي الا جيت لعندك انا حبيبه ديالي بنيتي نقي لك هادشي نجي نبني عليك حبيبتي ياك. صافي انا وهي ماماك ماما فراسها والو. ايوا بالي انا غنخليكم دابا. شكرا بزاف يا ياسمين، عمرني ظنيت كديرها صراحه. ما نبغيش شي واحد يتشد في الحبس بسبابي. سلامة أديب. Thank you.
صار فيه 91 وانا ولدت في 92 هي اش لازم علاش كتب عليك اه كذاب كذاب ابو سطوف داكشي علاش انت خصك تدوي معاه انا تنقول لك راجل راجل ماشي هي راجل المراه لا خليني بعيد على داك الشر انا نوقف قدامه وتنكرهو انا خليني بعيد عليه بسطوف واش تدوي من نيتك كيفاش ياك ما شاد عليك هذا شي حاجه وانا ما فراسيش وعيني باش نفهم وقعتي من خزن عليك محجوبه كنا مرافقين انا وياه من الصغر كان صاحبي كنا شويه براش ماسلين انا كنديرو كلشي كلشي كاع داكشي اللي كيدور في راسك انا كنديرو واحد نهار زنزلنا الشيطان في ريوسنا ونقزنا لواحد الفيرما ودخلنا لواحد الدار هزينا منه واحد الصندوق فيه الفلوس وفيه الدب ما عرفتش فينا غلط وشحال العافية ماتو شي ناس وكان كيسحبني علالت انا مت وانا ديت الصندوق ديتو دفنته في قبر امي اشكون تما واش علي هذاك غير انا با شايف عاوتاني جيت نعس عاوتاني حدا قبر امك ها خليني وحدي راسك يا وليدي حدي حدي راسك بقيت عايش تما في قبر امي تدار 18 عام كان عليا باش ندير الاوراق نخرج الصندوق من تما حليت الصندوق جبت الحالة المدنية ديال واحد الوليدة سميتو المهدي الحمزاوي ما بجرت الوريقات وديت الفلوس ومشيت للبنكة وتما تلاقيت مع شامة عاونات لي مسكينة تا هي باش دخلت الفلوس وصيبات ليا الوريقات هذاك الشيء اللي كنبغيش نشوفو أنا كاع مكرهتش مبغاش نشوفو في هاد الحياة كاع عاوناتك مسكينة والله يعطيك سكينة تدق لك في القلب انت وياها ضحكتي عليا قلتي لي هاد الخير كله اللي عايش فيه ها وداكشي اللي ورثت شامة وانت شفار في الأصل شفارة اش غنفهم دابا هادشي كله اللي عشتو أنا وياك سنين وينين هادي كله كان كدو كله بسطو كان ما كدبتش عليك محجوبه انا خزنت عليك باش ما نضركش انت واقيلا محجوبه ما قدر فيش مع الزاتير كان عندي قداش في قلبي داكشي علاش ما قدرش نخزن عليك شيت راه كامل الكذوب نوض فحالك نوضي فحالك يلا ونوض نوض ونوض نوض كذبتي عليا انا ما نخدع واحد في الدنيا الا فيك شو مالك محجوب حتى كلشي في كفه وانت في كفه با سطوف ها دايره لك تيمتان كضحك عليا كضحك على محجوبه تحيد سير فحالك خرج فحالك خرج فحالك ما بغيتش نعاود نشوفك مره اخرى عفاك سير فحالك عفاك سير فحالك سير فحالك با سطوف سير فحالك سير فحالك ندمتينا محجوبه تعاودت لك ندمتينا اختي سير فحالك اسمحي لي يا محجوبه في شكل البسطوف هدوح الكراكتير حار كسر من البزار واللي نسانو ياكل بيه لحتى بوجيه رطب بسطوف المهدي الحمزاوي تي عارفاني عارف وانا عارفك عارفه واني حنا بجوج عارفين بالاخرين ما عارفين حتى حاجه ولكن شكون هلال ضرك عليا سلافتك جيتك ياسمين
ياسمين شنو هتعيط لي الكونطابل شنو هادشي درتي ماما دوينا في هذا الموضوع انا ما غاديش نتزوج براجل حيت انتي لويا ليه دراعه ديرك طيحه على راسك هذا الراجل غادي يندمك واحد النهار كيفاش عطاتك خاطرك دير هادشي بالاخباري كيفاش كيف ما عطاتك خاطرك انتي تاخذي الشيكات بالاخباري انا هادشي درتو على ودك ياك على ودي ها وانا في كتابي يدي شوفي الا وقع لك شي مشكل واكيد غادي يوقعوا لك مشاكل من بعد هادشي ما تجيش تبكي عليا ما تجيش تدمعي عليا لقيت راسي في طريق مظلمة في أطفال شموع أحلامي جوجوجو دموع دراما تا واحد ما حس بكلامي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة هما أسباب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي من هروب واش درتها بيديا ولا مكتبي امتي جي النهار وتانا نتوب وترجع لي الضحكة من تاني وي وي فين نعطي راسي كل نهار كان قصيرة وما سبب تزادوا في جراحي وجوهي سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي جدني مواجه الدنيا وصعيب رجوعي وجوهي هم سبب وجوعي وجوهي سبب وجوعي زربان قاري خدام بلبيا مع كابي بلبي بلبيا